السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في فيديو جديد او مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات الجذور النونيه، دائما مع السلسله المتواصله ديال حل المعادلات والتقنيات اللي خاصنا نكتسبوا باش اننا نمشيو للفرض ان شاء الله ونمشيو واجدين ما يخلعناش الجذور النونيه. دابا كيف ما كتشوفوا معايا معادله جديده، يعني تقنيه جديده خاصنا نستافدوا فيها. دونك قال لك ريزودر دون ار ليكواسيون سويفونت لاكيل الراسين 3 دي اكس موان 2 لو تو او كاري موان 5 ملتيبلي فوا راسين 3 دو اكس موان 2 بلس 6 ايكال 0. يعني حل المعادله جد من رتبه 3 ديال اكس ناقص 2 الكل اس 2 ناقص 5 جد من رتبه 3 ديال اكس ناقص 2 زائد 6 كتساوي 0. كيفاش كنتعاملوا مع المعادلات؟ كيفاش كنتعاملوا المتراجحات؟ اول حاجه الله يرضي عليك خاصك ديرها ملي تكون عندك معادله اولا متراجحه فيها جذور نونيه، اول حاجه حدد مجموعه التعريف ديال داك التعبير اللي عندك. سهله، تحدد مجموعه التعريف ديال التعبير اللي عندك، بمعنى ديتيرمينون تحديد دي دو اف، ديتيرمينون دي دو اف، ديتيرمينون دي دو اف. جاي غادي نحددوا مجموعه التعريف، شنو غادي نقولوا؟ غنقولوا ان مجموعه التعريف اولا نسميوها دي ديال او، نسميوها دي ديال او، يعني مجموعه التعريف ديال هذه المعادله اش كتساوي؟ بكل بساطه مجموعه العناصر اكس التي تنتمي الى اف. اش قلنا ملي كتكون عندي معادله فيها جذور نونيه او ملي كيكون عندي جذور بصفه عامه وكنبغي نحدد مجموعه التعريف، راه الجذور النونيه شانها شان جذور مربعه، بمعنى ما بداخل الجذر خاصو يكون اكبر من او يساوي صفر. شحال عندي من جذر؟ عندي الجذر الاول الجذر الثاني، يعني ما بداخل هذ الجذرين خاصو يكون اكبر من او تساوي صفر. ولكن ما تنساش اكس ناقص 2 اكس ناقص 2 التعبير اللي عندي وسط هاد الجذرين هو نفسه، اذا ما كاينش علينا ندير جوج ديال المرات، كيف نديرو مره واحده؟ يعني غناخذ ما بداخل هاد الجذرين هو اكس ناقص 2 وغنديرو اكبر من او تساوي صفر. تري بيان، متراجحه من الدرجه الاولى كيفاش غادي نديرو لا ريزوليسيون ديالها؟ كتساوي مجموعه العناصر اكس التي تنتمي الى ار، بحيث هاد ناقص 2 غتحول للجهه الاخرى اشنو غتولي؟ اكس اكبر من او تساوي 2. اشنو كنقصد بان اكس سيبريو ايغال ا 2؟ سيدير 2 او بيان اكس برون لي فالور دو 2 جوسكا بلس لانفيني، يعني ان اكس بكل بساطه دي ديال او مجموعه التعريف اشنو هي؟ ملي كنقول اكس اكبر من او تساوي 2 يعني من 2 حتى زائد ما لا نهايه، يعني من 2 حتى زائد ما لا نهايه. تري بيان، اول حاجه نديرها ملي تكون عندي متراجحه معادله فيها جذور نونيه نحدد مجموعه التعريف. مساله بسيطه، دابا نجيو لا ريزوليسيون، نحل هذه المعادله اللي عندنا هنايا. كتلاحظ معايا عندي الجذر من رتبه 3 ديال اكس ناقص 2 الكل اس 2 ناقص 5 الجذر من رتبه 3 ديال اكس ناقص 2، يعني هذا الجذر هو نفسه، هذا نفس التعابير، غير شنو هو الفرق؟ هذا في اس 2 هذا ما فيش، زائد 6. ملي تكون عندك بحال هذه الحاله نفس التعبير معاود واحد فيه اس 2، بكل بساطه غتعتمد على تقنيه التغيير المتغير سكون ابيل لو شونجمون دو فاريابل، وغتجي وغتقول لي استاذ اون بوز او بيان نضع كيسكون بوز، نضع ماذا؟ نضع ان اكس كبيره ماذا تساوي؟ تساوي ذاك التعبير اللي فيه الجذر، يعني الجذر من الرتبه 3 ديال اكس ناقص 2. متفقين؟ فيما بانت لك الجذر من رتبه 3 ديال اكس ناقص 2 باش غتعوضها؟ غتعوضها باكس. دونك المعادله ديالك كيفاش غادي تحول؟ غتحول على الشكل التالي، هذه غنعوضها باكس غتبقى لي اكس، ولكن ما تنساش كاين فيها اس 2، ها هي اكس اس 2 زيد ناقص 5، هذا التعبير باش عوضناه باكس، ها هي 5 اكس زائد 6 كتساوي 0. مزيان، تري بيان. دونك كتلاحظ هذه معادله من الدرجه الثانيه، دونك معادله من الدرجه الثانيه نحسب المميز دلتا سكون ابيل ديسكريمينون، نحسب دلتا ماذا نجد؟ نجد ان دلتا تساوي بي اس 2 ناقص 4 اس سي، شكون هو بي؟ بي هو المعامل اللي عندك هنا بالاشاره ديالو، يعني ناقص 5 الكل اس 2 ناقص 4 مضروبه في ا اللي هي 1 مضروبه في سي اللي هي 6. متفقين؟ دونك شحال كتساوي؟ كتساوي 25 ناقص 4 في 1 4 و 4 في 6 هي 24، مع هذا ناقص ناقص 4 ناقص 24، شحال من تساوي كم؟ تساوي 1 اللي هو عدد موجب قطعا، إذا كان دلتا موجب فالمعادلة تقبله حلين. الحل الأول غنسميه إكس أن كبيرة، ماذا تساوي؟ قلنا ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج أ، أش كتساوي؟ ناقص بي الإخوان، ناقص بي قلنا ناقص هذه ديال العلاقة مع ناقص ديال بي غتبقى ناقص مع ناقص زائد، أش تبقى 5 جذر دلتا يعني جذر واحد لي شحال هي؟ واحد زائد واحد على جوج في واحد اللي هي جوج، كتساوي النتيجة الأخيرة هنا 6 على جوج كتساوي 3. جيد، هنا اكس 2 شحال كتساوي؟ اكس 2 كتساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا، كم تساوي؟ تساوي 5 كما قلنا ناقص ديال العلاقه مع ناقص ديال بي ناقص مع ناقص زائد، اش تبقى لي 5 ناقص جذر دلتا يعني جذر واحد
على 2 شحال كتساوي؟ كتساوي النتيجة الأخيرة 4 على 2 كتساوي 2. جيد، إذا شحال لقينا من حل؟ لقينا حلين، وساليت لا مازال ما ساليتيش، راك لقيتي ليا الحلول ديال هذه المعادلة هذه. دونك أشنو غادي نجيو غنديرو؟ هاد إكس أن كبيرة غنرجعو نعوضها. دونك باش بحال لاحظ معايا، بحال عندك هنا إكس إي، أنت هنا كدير إي، يعني إكس أن كبيرة، أو لا عفوا تقدر ديرها هنا، يعني اكس ان كبيره راه كتساوي الجذر من مثلا اكس ان كبيره هي الجذر من رتبه 3 ديال اكس 1 ناقص 2. انا اش كنقلب؟ راه كنقلب على اكس 1 و اكس 2 صغار، ماشي هاد الكبار هادو. اش غادي ندير بكل بساطه؟ غنجيو غادي نقول نضع اكس 1 ماذا تساوي؟ غنرجع للتغيير المتغيرين. درت يعني اكس 1 هي شنو هي؟ راه هي الجذر من رتبه 3 ديال اكس 1 ناقص 2. اش كتساوي؟ اكس 1 كتساوي الحل الاولاني اللي هو 3. متفقين؟ تري بيان. تستلزم ماذا؟ عندك الجذر من الرتبة 3 كيساوي واحد العدد، عندي الحق أنني نرفع هنايا أس 3 وهنا نرفع كل شيء أس 3. مزيان، دونك أش غتبقى عندي؟ قلنا هذا الأس هذا غيقصي لي الجذر من الرتبة 3، غتبقى عندي غير إكس 1 ناقص 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 3 أس 3 اللي هي شحال؟ هي 27. 27 دونك اكس 1 شحال كتساوي كقيمه نهائيه؟ هاد ناقص 2 غتحول للجهه الاخرى وغتولي 27 زائد 2. 27 زائد 2 هي النتيجه الاخيره، هي 29. جيد، نفس الامر بالنسبه للحل الثاني اللي هو اكس 2 كبيره. دونك ها اكس 2 كبيره شحال كتساوي؟ راه هي الجذر من الرتبه 3 ديال اكس 2 ناقص 2 شحال كتساوي؟ كتساوي الحل الثاني اللي هو 2. جيد، تستلزم ماذا؟ غادي نرفع هاد الطرفين بجوج الاس 3، هاد الطرف ايضا الاس 3. علاش؟ انا عندي جذر من رتبه 3 انا باغي نتهنى منه، باش تهنى منه كترفع لنفس الرتبه اللي عندك. دونك كيف ما قلنا ان هاد الاس غادي يقصي لنا الرتبه اللي عندنا هنايا، اش غتبقى؟ غتبقى اكس 2 صغيره كتناقص 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 2 اس 3 اللي هي 8. قلنا نفس القضيه ان هاد ناقص 2 غتحول للجهه الاخرى وغتولي زائد، دونك غتبقى عندي اكس 2 كتساوي 8 زائد 2 اللي هي 10. اذا اللي هي النتيجه النهائيه كتساوي 10. مزيان، غادي نجيو غادي نشوف ملي كنوصل لهاد المرحله وساليتي لا مازال ما ساليتيش، كتاكد ان هاد الحلول اللي لقيتي 29 و10 واش كاينين في المجموعه اللي حددتي نتايا. اي كتلاحظ ان 10 كاين هنا، 29 كاينين هنا. اذا هادشي كيعطيني الحق انني نجي نقول في الاخير ان مجموعه الحلول اس اش كتساوي؟ بكل بساطه هما العددين 10 و29. اذا كما لاحظتوا معايا، الا كان الاول او الحلقه اللي فاتت حلينا هذيك المعادله بالاعتماد على المشتبقه الهامه والسر ديال التعميل اللي شفنا في الفيديو، هنايا اعتمدنا على تقنيه جديده اللي هي التغيير المتغير بالاعتماد على ملي كتوضع التغيير المتغير كتخدم الخدمه عادي، ولكن ما تنساش في الاخير خاصك تجي وترجع للاصل اللي عندك. متفقين وليدات؟ اذا كانت هذه التقنيه مهمه بزاف، كنتمنى انكم تفرجوا الفيديو مزيان، تبعوا كل خطوه كيفاش درت ليها، تبعوا مزيان وفهموا كل خطوه كيفاش درت، كذلك بارطاجوا مع اصحابكم باش هكا تعمل فائده، اللي مازال عنده مشكل انه يستافد معنا. كنقول وليدات انا وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، خليو جو كومونتير وبارطاجوا كيف ما قلت لكم مع اصحابكم باش كل شيء يستافد معنا. وصلنا لنهايه الفيديو وليدات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.